صباح الخير، صباح النور. كيفكم اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. اليوم رح نعمل مراجعة لكل الدروس اللي أخذناها الماضية حتى بعدها نبدأ بفكرة جديدة. تمام؟ تمام. شو كان عنوان درسنا للدروس الثلاثة الماضية؟ الإعداد الخيالي والإعداد اليدوي. ممتاز. شو ماتا؟ الإعداد اليدوي والإعداد الرياضي. من دروس الحساب الذهني. أنواع الحساب الذهني هن شو بقى يا تالا؟ شو ماسا؟ نوع قالك تالا؟ الافتراضي. وشو كمان؟ شو زين؟ الذهني. الافتراضي هو نفسه الذهني اللي أنت بتفكره. شو تالا؟ هذا المعداد ذاته. وهي؟ نرجع نراجع شكله. شو شكله المعداد؟ مستطيل. مستطيل. شو بيميزه عن بقية المعدة؟ خط فاصل. وشو له اسم ثاني؟ ناتج. خط ناتج. برافو عليكم. شو حامل هذا المستطيل؟ رزاق. أعمدة. أعمدة. برافو يا ماسة. حامل أعمدة. والأعمدة شو حاملة؟ خرزات. تحت كم خرزة؟ أربعة. وفوق؟ واحدة. واحدة. التميز الكبير اللي له هو الخرزة العلوية. خرزة العلوية أربع خرزات بالأسفل. طيب كل خرزة سفلية شو بتمثل عنا؟ واحد. رقم واحد. والخرزة العلوية شو؟ خمسة. برافو عليكم. كل ما سربت خرزة من هذا القاط فشو هي؟ واحد. طيب مو شرط ناتج. أي خرزة هي ناتج؟ الخرزة اللي تسرد من الخط الناتج هي ناتج العملية الحسابية. وهي صفر. وهو معدادنا صفر. طيب نحن كيف كنا نمسك الألم؟ بأي أعصابه؟ برافو. بأي أي؟ يمين. اليمين. ومنمسك المعداد بأي أي؟ اليسار. طيب كيف بنكون قاعدين؟ ظهر مسنون، رجلين متقاربين، معدادنا باتجاهنا. تمام؟ ما بنرفعه. مو هيك؟ مسكناه بالايد اليسار. جرب نبدا تمرين بقى. ابدا. الله، برافو عليكم. من اليسار لليمين بالسبابه والابهام. الابهام شو وظيفته؟ الخرزات السفليه. برافو يا تالا، رفع الخرزات السفليه الابهام. والسبابه؟ العلويه. العلويه شو؟ تنزيل. تنزيل و... ورفع. الخرزة العلوية فقط مع السبابة. والسبابة كمان شو بتشتغل؟ ناقص. لأي خرزة؟ للسفلية. برافو عليك. يعني للسفلية. إذا رح نرفع، يعني نجمع الخرزات السفلية بالإبهام ونطرحها بالسبابة. والخرزة العلوية رح نجمعها، رح نطرحها بالعلوية بالسبابة. يلا ابدأ. نبدأ أول عملية. يلا يا رشيد. أربعة ناقص اثنين، خمسة ناقص سبعة، اثنين ناتج أربعة. أربعة. برافو عليكم، الناتج أربعة. يلا عملية ثانية. ابدأ. ستة ثلاثة ناقص اثنين ناقص خمسة ناقص اثنين اثنين، خمسة، ناقص ثمانية، ناتج واحد. واحد. برافو. ما كملت بسرعة معي زين، بس ناتجك صحيح هو واحد. برافو. يلا ابدأ. تسعة ناقص أربعة ناقص اثنين. في عنا اثنين؟ لا. أيوة. احنا عنا هلأ قديش؟ عنا خمسة. خمسة. برافو عليكم، معناتها زائد اثنين اثنين ناقص اثنين ناتج سبعة. يا رشيد لأنك ما عم تشتغل معنا. يلا ابدأ. أنا عم شوفك منتبه ولا لا؟ يلا هلا بدك تشتغل معنا ومعدادك بإيدك اليسار. يلا ابدأ مرة ثانية. لهلا ما سويت. ابدأ يا رشيد. بدأ خالص. تعال.
خمسة واحد ناقص واحد ناقص خمسة ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة برافو. بس يا سالة اطلعي كل الخريطات في الإبحار. نسيت معدادك يا رشيد، احنا ما لازم نترك معدادنا من إذن الله. تم تم هذي تمام. يلا ابدأ. أربعة ناقص اثنين ناقص اثنين خمسة أربعة ناقص تسعة ناتج صفر صفر. هذا التمرين اللي بيدلنا عن نفسه انه الناتج صفر. يلا تمرين ثاني ابدأ. أربعة ناقص واحد ناقص واحد خمسة ناقص سبعة ستة ثلاثة ناقص أربعة ناتج واحد خمسة. خمسة يا سالة. ابدأ تمرين ثاني. هلا شو رأيكم تصير أسرع؟ صرتوا شاطرين وتمكنتوا مو هيك؟ يلا بنعمل تمرين أسرع. أربعة خمسة ناقص اثنين ناقص خمسة واحد واحد ناتج أربعة. برافو برافو كلياتكم أربعة. يلا تمرين ثاني أسرع. ابدأ. تسعة ناقص أربعة ناقص خمسة أربعة خمسة ناقص اثنين ناقص اثنين ناتج خمسة. برافو عليكم خمسة. ابدأ. ثمانية ناقص ثلاثة ناقص خمسة أربعة خمسة ناقص أربعة ناقص خمسة اثنين ناتج اثنين. برافو يا شاطرين. هي بالنسبة للمعدات. هلا رح نجرب المهارة الثانية اللي هي شو برأيكم ناخذها؟ المعدات الخيالي. افتراضي صح هو المعدات الخيالي. يلا تعالوا نشتغل بالمعدات الخيالي اللي هو افتراضي. يلا يا سالة حطيتي قلمي. يلا رح ننتظر سالة بعدها رشيد قبل لا تكتبي. خلينا ماسكين القلم لنتعود انه نكون دائما قلمنا بايدنا اليمين يا رشيد. يلا ابدا. خمسه اربعه ناقص اربعه ناقص خمسه اربعه خمسه ناقص اثنين ناتج 17. برافو عليكي. يلا كمان تمرين ثاني. ابدا. اثنين ناقص اثنين اربعه ناقص ثلاثة خمسة ناقص واحد ناتج خمسة. خمسة برافو عليكم. شو يا زين؟ خمسة. شايفوا بمعداده؟ يلا ابدا مرة ثانية. سبعة اثنين ناقص ثلاثة ناقص واحد أربعة ناقص خمسة ناقص اثنين ناتج اثنين. برافو عليكم. تعالوا نستعجل أكثر. يلا ابدا. ستة ثلاثة ناقص أربعة اثنين ناقص واحد ناقص واحد ناقص خمسة واحد ناتج ثلاثة. ثلاثة برافو شاطرين كثير. مين اللي قالت صفور؟ لا ما كانت صفور. لا ما قالت صفور؟ لا. طيب خلا اتركيه هون يا عشان كل واحد بيعرف شو قال. وانت شو قلتي؟ ثلاثة مو هيك؟ برافو. يلا ابدا تمرين ثاني. ناتج صفر. صفر مالتي ابدا اصلا. قلت ابدا العارضة او خط الناتج ما في عندي اي خرزة. يلا خمسة واحد ناقص خمسة اثنين خمسة ناتج تسعة. هذا تمرين من التمرينات هون سهلة. إذا عندي اثنين واثنين خلصت الخرزات السفلية يعني والخمسة صاروا تسعة لأنه عندي عمودي كامل كم خرزة؟ تسعة. عشان هيك هذا بنسميه من التمارين السهلة. كمان تمرين ثاني ابدأ يا رشيد. قلمك بإيدك اليمين معداد افتراضي. يلا ثمانية ناقص ثلاثة ثلاثة
واحد ناقص أربعة ناتج خمسة. برافو. تمرين ثاني أسرع. يلا إنتو. واحد خمسة اثنين ناقص ستة. واحد خمسة ناقص ثمانية ناتج صفر. صفر. شو رأيك تجربوا هون يا زين؟ تعال جربوا هون. يلا جربوا. واحد خمسة عشرين اثنين ناقص ستة. معلش بيتين هون يا زين لأنه كبير. واحد لا واحد يعني نرفع. خمسة ناقص ثمانية. شفت ليش ما فيشنا صفر يا زين؟ يلا مكانك لناخذ تمرين ثاني. ابدا. يلا استنى زين. زين لا ما راضي حبيبي. سيك انا ما ثمانية لو كنا ما عم نكتب. ابدا. خمسة واحد ناقص خمسة ثلاثة خمسة ناقص تسعة ثمانية ناتج ثمانية. ثمانية حتما يا ناصح. عندي ناقص تسعة وبعدها ثمانية حتما ناتجي قديش؟ ثمانية. ثمانية هي تسعة وعندي ناقص تسعة وثمانية. مجرد ما نسمع ناقص تسعة عرفت انه صار عندي عمودي الأول صفر. يا سلام. يلا رشيد ابدا. تسعة ناقص اثنين واحد ناقص ثمانية. ثمانية واحد ناقص سبعة ناتج اثنين. برافو اثنين. ما سمعت صوتكم ما سوى شيء. انا لانه عم تأسرعوا. أسرعوا بالإجابة كمان. يلا تعالوا تمرين ثاني أسرع. ابدا. ثلاثة واحد خمسة ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ثلاثة ناقص ثلاثة ناتج خمسة. برافو زين مثالة. برافو وشان طبعا كلكم برافو. الناتج مثل ما قلتوا خمسة. يلا إذا تمرين ثاني. شو قديش اليوم صرنا سريعين. يلا ناتجي هلا قديش؟ صفر. برافو. خمسة اثنين ناقص واحد ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة ناتج صفر. برافو عليك. يعني إذا هيك حنجرب المهارة الثالثة اللي هي شو بيقلنا؟ يدوي. معداد يدوي. يلا تعالوا ابدا. يا اي اي برافو عليكم. وين ايدك اليمين؟ ابدا. ابدا. يلا خمسة واحد 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 ناقص أربعة اثنين اثنين ناقص تسعة ستة واحد واحد الناتج ثمانية. ثمانية. ما بدنا نشيل ايدنا. بدي احط ايدي واعتمد على شو؟ على احساسي. تمام؟ ما رح انظر لايدي نهائيا. وقت يكون قدامي التمرين بكون عيني على تمريني. كون ايدي عم تشتغل على الاحصاء. يلا ابدا. تسعة ناقص ثمانية خمسة اثنين ناقص ثلاثة أربعة ناقص واحد ناقص واحد ناقص خمسة والناتج مين هي؟ ما لحقنا. أنا شايفة وين؟ أنا شايفة افتراضي. أنا ما لحقت. لا رح نمشي بطيئين لتم بهذا التمرين ونبدا نستعجل خطوة خطوة. ويا شان يلا ابدا. اياكم عيونكم مو على ايدكم. وهي يلا خمسة واحد واحد ناقص ستة خمسة ثلاثة ناقص ستة ناقص واحد ناتج ثمانية. ثلاثة اثنين ابدا. انتبه لايديك. انتوا لا تطلعوا على ايديكم. ابدا. خمسة واحد واحد ناقص اثنين واحد واحد اثنين ناقص خمسة ناقص أربعة واحد ثلاثة ثلاثة أربعة. شو يا ناسا؟ واحد ثلاثة. ابدا. ستة ثلاثة ناقص اثنين ناقص اثنين أربعة ناقص ثلاثة
ثلاثة ستة ستة ما ثلاثة ما هذا ستة ستة برافو صار لازم يصير أسماء مهمة ستة ثلاثة ما اثنان يا شان كان معي كان ايدي كلها مفروده شو يعني تسعة برافو يا تالا ما اثنان واحد كان معي بقي واحد يا شان انتبهي لعندي خمسه ثلاثه ما سته لكم معكم ثلاثة ورجوني أصابعكم هيك ثلاثة شام ليش شام مالك من تفهمني رح نرجع نعيد مشان شام مرة ثانية قدام ستة يا شام شوف أصابعك منيح ثلاثة ما اثنين ما اثنين ما خمسة ستة واحد ناتي تسعة خلونا برافو عليكم نعمل تمرين اسرع صرتوا بالافتراضي اسرع من اليدوي مع انه المعداد اليدوي سهل صح ابدا المعداد اليدوي معتمد على احساسنا ممكن على نظرنا فدائما انه هذا الغالب ما في اخطاء ابدا مو هيك مشان هيك في بعضكم بيلاحظوا انه اليدوي اسهل ابدا تسعة ما استثماني يا شام تسعة شام ما اثماني لا تتردد حبيبتي دغري هيك ما اثماني واحد خمسة ما اثماني ناتي صفر عم تترددوا ما سو شام ليش ترددوا ابدأ تسعة ما اثماني يا شام نحن هدول التمارين تسعة ما اثماني هيك تمام واحد خمسة ما السبعة أربعة ناقص واحد خمسة ناتي ستة هذا ليش انضب معنا يا شام ما قلت ناقص واحد أنا هون تمام والناقص حبيباتي نبداها من فوق انا قلت لكم انه اصابيعنا هاي هن بيعبروا عن هدول الخرز تمام والابهام هو الخرزه العلويه اللي هي الخرزه الخمسه فنحن كيف بنبدا نطرح من هون تمام هاي ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد تمام لا يمكن بقى اقدر انا انزل هدول الخرزات لتحت وابدا اطرح من هون مهم؟ ايه صار الموضوع بالجمع اذا هي عندي مفروده لانه خمسه واحد بجي ارفع هي تمام يا شام؟ شام اليوم مو معي ليه؟ هذا الواحد مهم؟ ننتبه ما بدي اثني اصبع وانا ما عم اقول ناقص ثاني الاصبع هو ناقص فما بنثني على هي الاصبع الا اذا كان في عندي ناقص يلا ابدا يلا يا رشيد ستة ثلاثة ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ثلاثة ناقص تسعة صفر هالمرة مرجيكي يا شام كيف منكم ناقص شو لا انتبه لهم كلهم ايه صار النظرات كلياتا على شام انا شام يمكن صارت تخجل مني ما رح طلع عليك يا شام ونحن نعمل تمرين سريع يلا ابدا اثنين ناقص اربعة خمسة واحد ما ثلاثة والناتي ستة برافو عليكم هلا هي عندي هي المهارة الثالثة كمان شو رأيكم هلا بما انه صرتوا شاطرين بتعرفوا كيف تجمعوا وتطرحوا صرتوا اشطر مو شاطرين انتوا شاطرين من الاول كل
واحد منا يحاول يعطي تمريننا. مين رح نبدا؟ رح نبدا بالدو من عندي. الاول من عندي تمام. من عندي يميني انا بديت. يلا يا زين، شو بتحب المهاره اللي يشتغلوا عليها رفقاتها؟ ذهني هو كلياته هذا حساب كذي. بس قصدك افتراضي؟ ايه. يلا يلا قل له لرفقاتك معداد افتراضي؟ خمسة. لا ولا قل له معداد افتراضي. شوفوا في حدا ما له ماسك معداده. معداده الافتراضي. يلا ابدا بس استنى تعالى شوية يا زين. يلا يا تعالى. يلا قلكم زين ابدا يا تعالى. يلا تعالوا. خمسة. أربعة. ناقص اثنين. ناقص اثنين. زائد خمسة. ناقص زائد أربعة. ناقص اثنين. ناقص اثنين. خمسة. برافو يا زين. يلا ماسا. أنتوا برافو. هو عرف يعطي التمرين وأنت عرفت الإجابة. شو تمرين بدك تعطيهم يا افتراضي ولا يدوي ولا يشتغلوا على معدادهم؟ لا يشتغلوا على معدادهم. يلا اشتغلوا على معدادكم. امسكوا معدادكم. ابدا. يلا يا ماسا قولي لهم ابدا. خمسة. لا انت انسه ما تعطيهم التمرين. يلا هي عملت ماسا. قالت لنا خمسة. اول شيء ابدا. طيب ابدا يا ماسا. هي انا عم بشتغل معكم. خمسة. زائد اثنين. اثنين. ناقص واحد. ناقص واحد. ناقص واحد. ناتي. ستة. ستة. برافو ستة. صح. يلا صار دور شام. صير عامي ستنا هلا وتعطينا تمرين. يلا يا شام. شو بدك المهارة اللي نعملها؟ يدوي. شو رأيك؟ صير عامي. يلا. خمسة. ما قلتينا ابدا. ابدا. خمسة. ناقص خمسة. زائد أربعة. ناقص أربعة. ناقص صفر. بس كثير بطيئة يا شان. كنت تعطينا التمرين أسرع. كيف بدنا نعرف الناتج؟ مرة جاي تعطينا. تعطينا أرقام. يلا يا رشيد. معداد افتراضي ابدأ. حاول تكون سرعتك معقولة. ما هي سريعة ولا هي بطيئة؟ يلا حيث. واحد. واحد. اثنين. خمسة. ماش واحد. ماش واحد. ماش واحد. ماش واحد. ماش خمسة. واحد. 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 ماش واحد. ماش واحد. صفر. انت بس كده بده يعمل في صمتنا وقام طلع فيه. يلا هلا تعالى لح فاطمه تمرين. يلا شو المهاره تعالى؟ معداد يدوي. يدوي. لا شيء. يلا خمسه. ما قلت لنا ابدا؟ لا. يلا هي خمسه. ناقص اثنين. ثم ناقص اثنين. يا ناقص خمسه. طيب. اثنين. لا ثلاثة. مين بدنا يجيب الثلاثة؟ لا احنا رح نتعلم هيك. سبعة. بس مو هلا. لا هلا خلينا على الاثنين ونكمل. يلا تعالى عندي اثنين. قالت سبعة بعدين. سبعة؟ طيب يلا. ناقص تسعة. ناقص اثنين. ناقص اثنين. خلصوا؟ هلا جربنا كل المهارات. نرجع نحل ورقنا ونشوف مين رح يطلع بالأول. يلا يا زين. نحط اسمنا. يلا يا تعالى. القلم بالايد اليمين. عم نكتب الاسم. نبدأ. لا ما لنا رح نبدأ. بدنا نحط المعداد فوق الورقة. أنا حلق. لا بشوفكم عم تستخدموا المعداد يا شان. بدي ورقتك محطوطة هيك بشكل طولي. يلا واحد اثنين ثلاثة. ابدوا. بديتي من هون يا تالا؟ اي لحظة معلش كمل. واحد واحد
لا تسمي ماستر هذول، يلا اكتبي لنا. برافو للتمرين اللي بعده. حليته تمرين هذا. برافو، كملي الورقة كلياتها. تركيهم بعدين تكتبي الناتج. خالص كل الورقة خلصت يا رشيد؟ حليتها على المعدات؟ لا اكتبي. حطي هون، حطي معدادك تحت التمرين، أي تمرين عم تحلي؟ ها؟ نزلي الورقة، نزلي المعداد عفوا لتحت تمرينك. السبابة والإبهام. السبابة والإبهام بالصفري. أيوة. يلا يا ماما. كملي شام. ثلاثة. ثلاثة. أيه. زائد ستة. بس احنا من هون بنشتغل. ثلاثة. أيه. ستة. صح. برافو، جربي هذا التمرين الثاني. يلا اكتبي الاجزاء، صفري معدادك، خليك ماسكه يا زين. لا ثواني مرة، امسكوا في ايدي. يلا ابدا. يلا ماسكه. اثنين. لا اثنين. واحد. السبابة. ستة. ثلاثة. قديش هدول؟ برافو، ورجيني زين. من هون حبيبي نشتغل. اي برافو. يلا حط زائد سبعة. الحركة واحدة منعملن والناتج. برافو، يلا ورجيني هات كيف كمان. يلا إبدا. لا حبيبي إبدا، إنت تركت الخردة علوية نازلة من اليسار لليمين، تساوي الحركة كاملة. يلا أربعة ثواني. ناقص ثلاثة. يلا ثمانية. ناتج تسعة. شو سؤالك يا ماسا؟ يا ماسا تشتغلي انت عند اخر منزلك، احنا هون عندنا منزلة الاحاط. اربعة. اربعة. ايه. السبابة الناقص. ناقص ايوه خلص. ثمانية. برافو شان. ثمانية. لا. صح. عندك انت اربعة ناقص ثلاثة، عندي واحد. هلا بتحطي ثمانية. والناتج. صح. لا تترددوا يا ماسا، ناتجك صحيح. خلصت تالا؟ أصحح لالا تالا. أنت ورشيد سوا بصلح لكم. وأنا. برافو عليكم، كلياتهم صحيحين. رح تاخذ تالا معنا عشرة. رح ياخذ رشيد عشرة، ورح تاخذ شام قديش؟ عشرة كمان شام. طب شام مستعجلة لتعرف نتيجة. خالص. برافو يا زين. هي قديش هذا الرقم يا تسعة؟ بس مو واضح مني. وناتجك صحيح. أخذتي العشرة. بس بدي تنتبهوا لكتابة أرقامكم. تمام؟ ما تظهر التسعة كأنها ثمانية. يلا يا زين رجيني. برافو حبيبتي. هي تسعة، خمسة، سبعة، 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 ثمانية، سبعة، سبعة، برافو عليك. هي عشرة بقيت معنا ماسة، تاخذ العشرة. وهيك يا ماسة. أعطوني ورقكم اللي خلصوا. برافو عليكم كلياتكم على العشرات اللي أخذتوها. بدنا نجرب نعمل كمان تمرينات ثانية يدويا. هلا خلصتوا تمريناتكم، اعطيني يا ماسا لشوف. برافو ماسا، العمود الاول كله صحيح والعمود الثاني كله كمان صحيح. برافو يا ماسا. هلا قبل ما تطلعوا تاخذوا ورقكم اللي اخذتوا عليه عشرات
وبناخذ بعضها ورقه المعداد شو يدوي. رح نكتب ناتج معدادنا على ورقتنا يدوي. يلا تفضلوا. صعب في العكس سهل ولا نحط اسمنا كل لون سهل حطوه هون الاسم. يلا يا رشيد لا لا تبدو نبدا مع بعضنا هلا عم نكتب الاسم واكتب لكم ابدا اكتبوا كلكم مع بعض يلا خالصين ابدا دول اثنين هذا الاسهام شو اوه انت خلصت يا رشيد كتبته هدول هذا مثني الاسهام حبيبتي هذا اصغر واحد ايه صح هاد مثلي وهاد مثلي هاد هيك مثلي بعدين خلصت ايوه انتي فكرتي مفروغ خلصت هذا مسكر حبيبي لو مفتوح كنا بنشوفه هيك وشيلي ناسا برافو صح بس هذا صغير هذا يعني مثلي هيك يا زين فقديش ناسا أعطيني شام شو هاي أعطيني برافو هذا مثلي حبيبي واضح ثلاثة صح ثلاثة اثنين واحد أربعة رشيد خلص أول واحد رشيد بس أخذت ورقته آخر واحد بس برافو كلياتها تمريناته صحيحة عندنا المعداد كمان افتراضي معدادي شو؟ افتراضي حساب ثاني ذاته معدادي ندرسه نتيجة المعداد اللي مرسوم عندي شو هي صورة المعداد؟ هي اللي رح اكتبها وهون تحت نرسم بس بعد ما اكتب لكم شو بدي من كل واحد شو هي رسمة معداد أنا ما حتكونوا متشابهين مثل بعض يلا بنبدأ بالاسم تفضلي يا شان لسه ما بدينا بساعتنا هلا هون رح تحطي لي هي النواتج يا تعالى أنا لا مالي رح نكتب لكم اياهم رح اكتب لكم اياهم نعم يا ماسا شو هذا؟ لا نكتب النواتج اللي هون موجوده اللي فوق اللي قدام وين؟ الناتج شو هو؟ وهو اللي قدام خط الناتج مثلا اللي هون اللي قدام خط الناتج بس تمام؟ هذول بعاد عن خط الناتج يا ماسا ثواني شوية لا تبدو لأخبركم انه انا اذا عندي يا ماسا انتبهوا شوي انا اذا عندي هدول ماسا انت شايفة هاي الرسمة كلها هدول ناتج ماسا هاي ناتج شو ناتجي هون هون قديش هذا المعدن؟ اللي قدام خط الناتج. اثنين. هذول طبعا ما هن الناتج. انا ناتجي هون اثنين، هون ناتجي. هلا شام هذا قديش المعدن؟ ثمانية. ثمانية. زين طلعوا على هذا المعدن. ها. سبعة. سبعة. ها. سبعة. ها. أربعة. ها. واحد. واحد. إذا لو عندي هذول الرسم هذول لو مرسومين الخرزات يا ماسا بس هن بعاد عن خط الناتج فهن ما لهم ناتج. تمام؟ ابدوا. ليش مو خلصتوا؟ لا لسه خلوا خرزاتنا قريبة لتوضح انها ناتج. خلص. خلص. برافو. تمام خلص. تعالى ورشيد سريعين. خلي قلمك معي برافو كمان عشرات لتالا ورشيد هي ثالث ورقة وثالث عشرة حبيبي هذا صفر
çıktırsan tamam. Bravo Yaşan. Bravo. Bravo ثمانية عشرة. عندي في الماضي هون كلياتهم شاطرين. كلهم بياخذوا عشرة. برافو يا ماسا. برافو برافو عليكم. كلياتها ورائنا صحيحة. هلا رح نشتغل بعداد افتراضي ونسجل فقط النواتج. تمام؟ رح اختبركم هون مين اللي بالضبط عم يعرف الناتج. رح نبدا بالعمود الاول بعدين بالعمود الثاني. يا زين 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 هون زين نبدا نطول ناتج ثاني ثاني ها ها ها. تمام ما بنشتغل بشكل افقي بشكل عمودي بنكتب نواتجنا. يلا تعال رشيد شان. يلا اليوم رح نتمكن منيح من هاي التدريبات ونبدا بفكره جديده الدرس الجاي. مهم يلا مشان نكون مستعدين للدرس الجاي. يلا الورقه بشكل عمودي افردي ليبيا هيك. يلا قلمي بايدي اليمين. اعداد افتراضي رح نبدا. يلا واحد خمسه ثلاثه ناقص اثنين ناقص اثنين. ناتج رح نكتبه بالغيمه الاولى اللي على اليمين هو ثاني. صح برافو صحيح الناتج. برافو يا شان شايفه ناتج صح. يلا ابدا تمرين ثاني. تسعه ناقص اثنين ناقص اثنين واحد واحد ناقص سبعه اربعه. ناتج الغيمة اللي تحتها يا رشيد. قلنا بنشتغل بشكل عمودي. برافو سالا. يلا اللي بعده انتقلي لي اللي بعده. الغيمة الثالثة يا ماسا. الغيمة الثالثة ما بينعاد التمرين مرة ثانية. يلا الغيمة الثالثة وابدأ. اعداد افتراضي. يلا يا زين. جاهزين كلنا. ثمانية ناقص اثنين ناقص خمسة ثلاثة ناقص أربعة خمسة. ناتج هذا الناتج مرق معنا قبل هالمرة؟ إيه أول واحد مرق معنا قبل هالمرة صح. برافو عليك. شو يا شان؟ حطيتيه بالغيمة الثالثة؟ يلا تمرين ثاني. ابدا. سبعة ناقص اثنين ناقص خمسة واحد 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 خمسة. ناتج رح نكتبه بالغيمة. برافو عليكي ناتج صحيح. رشيد لأنه يعني في عندك شوية شخبطة. برافو يا ماسا. كلياتكم نواتجكم ذات بعضها اللي هو الرقم شو؟ شو هو الرقم؟ ثمانية. يلا ابدا. معكم كاتبين ثمانية بس ليش ما عم تجاوبوني؟ ابدا. يلا خمسة واحد 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 ناقص اثنين ناقص اثنين أربعة ناقص خمسة. ناتج مرق معنا شيء هذا الناتج قبل هالمرة؟ تعالوا بالتالي مختلف مضبوط. شو هو الناتج عندك؟ أربعة. أربعة برافو رشيد. أربعة شو يا زين؟ أربعة برافو ماسة. أربعة كلياتكم نواتجكم صحيحة. يلا ابدأ تمرين ثاني افتراضي. يلا خمسة ناقص خمسة واحد واحد خمسة ناقص اثنين اثنين اثنين. ناتج صح يا رشيد. تعدوا لرفقاتها بس نحن لو سمعنا ناتج من حدا من رفقاتنا ما بنكتب غير اللي نحن شايفينه بمخيلتنا. بركي كان اللي قال الناتج غلط. خلينا عنا ثقة بتمريناتنا وبطريقة حلنا. قديش يا زين؟ هذا ما عرفت على برافو عليك. كلياتنا كان تمريننا تسعة. برافو. أنا ما عرفت هذا. إيه أنت ما لحقتينا مو ما عرفتي يا ماسا.
بس ما لي شيء المرة الجاية بإذن الله تعرفيني. بس كثير مناح انتو اليوم كنتوا كثير شاطرين، مثل ما قلت لكم لحتى الدرس الجاي تكون أقوى وأقوى. هلا رح نختم درسنا تمرين يدوي وتمرين على المعدة. هلا عملنا 6 تمارين افتراضية. بدك كمان يا سالة ناخذ كمان؟ حاضرتيهم؟ يلا ابدا. هلا التمرين على المعدة. ماشي على المعدة. يلا يا يلا لا تشدي ايدك يا سالة، خليك مرتاحة. المعدة طري كثير ورح تبعد الخرزات. على المعدة حبيبي زين عم يشتغلوا رفقاتها، خلينا مثل بعضنا. يلا 4 ناقص 2 5 ناقص 6 3 ناقص 2 5 ناقص 7. برافو عليكم. ناخذ تمرين ثاني يدوي. يدوي يدوي. يلا بأي ايد؟ اي ايد يا زين؟ ايد اليمين. يلا ابدا. 5 4 ناقص 8 2 1 5 ناقص 6 ناقص 1 ناقص 1 3 5 ناقص 9. مين ما عم يلحقني؟ ما صح. رح تتدرب بس شوية على المعداد اليدوي بالبيت، كل ما بدها تحسب تحسب بسرعة. تمام؟ بدنا نحاول نستعجل أكثر، كل ما نصير أسرع من الحالة اللي استنى فيها. درس عن درس بدنا نصير أسرع إن شاء الله. ناخذ تمرين ثاني يدوي نختتم في الدرس. تعالى حابة تمام تاخذ تمرين. يلا ابدأ. أعداد يدوي 2 1 1 5 ناقص 6 ناقص 3 4 ناقص 2 ناقص 2 5 والناتي 5. برافو عليكم. اليوم كنتوا كثير شاطرين، كانت مراجعة كثير مفيدة لكم. ناخذ تمرين ثاني بس نخلص وقتنا أكثر كمان. تعالى نشوف وقتنا قديش بنقدر هلا رح نعمل تمرين أو اثنين. يلا ابدا. شو رايكم نطول التمرين اكثر اذا هيك؟ والله ما انتم شاطرين. يلا يدوي كمان. ايه ابدا. 9 ناقص 8 هذول شان 3 ناقص 2 ناقص 2 5 1 1 1 1 ناقص 4 ناقص 5 6 3 ناقص 5 ناقص 2 والناتج 2. بس هدول هن الاثنين اللي عندي اياهم يا شان، ما لح يخترقوا هدول الخرسين هدول ويطلعوا. نعم شان ما على شنو طولينا يا طول لك يا اكثر يدوي. يلا ابدا. يلا افتراضي ابدا. حاشتغل انا كمان معكم. 5 1 1 ناقص 6 3 5 ناقص 9 4 ناقص 1 ناقص 1 5 ناقص 7. برافو عليكم شاطرين كثير. لهون خلصنا نحن الدرس اليوم، والدرس الجاي مثل ما حكينا وكررنا معلومة جديدة، حتى تكونوا متحمسين كثير للدرس الجاي. رح نتدرب شوية بالبيت بعد ما نخلص دراستنا. خلصنا كتبنا وظائفنا، حفظنا دروسنا، بنجرب تمرينين او 3 تمرينات، بنستخدم المهارات الثلاثة. شو ما كانوا بابا او ماما عم يحسوا بالبيت رح نتكلم عنهم نحن الحساب، اعملوا يدوي او افتراضي. اتفقنا؟ انا قلت هي يلي بالمدرسة عندها معداد يدوي، فهي سألني وانا مجاوبة. خلاص صرنا بدنا نحسب لكل اللي موجودين بالبيت، بما انه نحن بنعرف حساب ذهني. إلى اللقاء في الدرس القادم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.